تتوقعون نسبة السياح في الإمارات كانت أكثر قبل كورونا ولا بعد كورونا؟ أكثر أقل؟ أكيد أكثر. خلوني أجاوبكم وبالأرقام بعد. نسبة السياح زادت بعد كورونا. تقول التقارير اللي نشرتها وزارة الاقتصاد واللي تقارن بين الربع الأول من 2019 يعني قبل كورونا والربع الأول من 2022 إن عدد نزلاء الفنادق في الدولة زاد بنسبة 10%. وصلوا للست ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية. وإن متوسط مدة إقامتهم زادت بنسبة 25%، ارتفعت من 3 ليالي إلى 4 ليالي. ونسبة إشغال الفنادق في هالفترة 80%. وهذه هي النسبة الأعلى عالمياً. وإيرادات الفنادق زادت بنسبة 20% ووصلت إلى 11 مليار درهم. أنا بصراحة ما توقعت هالأرقام، وأنتوا خبروني شو كان جوابكم في البداية؟